لأننا أمة واحدة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تدعوكم كل من منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة الأعمال الخيرية والندوة العالمية للشباب الإسلامي لحملة الرحمة لمساعدة المتضررين في الصومال. ستبدأ الحملة يوم الجمعة 12 من رمضان من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 3:30 عصراً. ساهم بواجبك في مساعدة المتضررين في الصومال عبر الطرق التالية: سهم ب20 ريالاً أو ما يوازيها بمجرد الاتصال على الأرقام التالية: من داخل السعودية 7077-48، من خارج السعودية 00-88-216-22-77-47-05. حول قيد وأسير يا قدسي يا نفائح نفسي في